يعتبر طلاب الجامعات في تعز أحد أبرز محركات التغيير في المحافظة، حيث أن لهم بصمات في مختلف المجالات، وفي مقدمتها مجال انتزاع الحقوق والحريات ومقاومة الظلم والتسلط وملشنة الدولة. عدي أحد هذه النماذج، واليوم ينتظر العلاج بعد إصابتين ليعود مرة ثالثة إلى الميدان لمقاومة ميليشيا الانقلاب. المزيد في سياق التقرير التالي. عدي كان يطمح بعد تخرجه من الثانوية قبل عامين أن يلتحق بالجامعة ليواصل تحصيله العلمي ويرسم طريقا شقها منذ الصغر، شأنه شأن أبناء تعز، لكنه وجد نفسه مضطرا للدفاع عن مدينته وعن العرض والمال والحريات، خصوصا أن ميليشيا الانقلاب تفجر المئات من منازل المواطنين وتواصل قصف العشوائي والقنص على المدنيين بشكل يومي وتفرض آراءها ومعتقداتها بقوة السلاح. أصيب عدي في ميدان المعركة ضمن صفوف المقاومة والجيش الوطني في الجبهة الشرقية من تعز إصابة أدت لبتر يده اليمنى، لكن لم تمنعه هذه الإعاقة من العودة مجددا إلى ميدان الدفاع عن تعز، حتى أصيب مرة أخرى برصاص قناص في الرجل، وهو في هذه الأيام يستعجل العلاج ليعود مرة ثالثة إلى صفوف الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لاستكمال تحرير تعز بالكامل. انضممت إلى الجيش الوطني للمقاومة الشعبية منذ سنة أو 3 أشهر، فانضميت للجبهة 6 أشهر وأصبت المرة الأولى في الهلال الأحمر مما أدى إلى بتر اليد اليمنى وتهتك بالعضلة اليد اليسرى، فنقلت للمستشفى الروضة وأخذت فترة علاج 2 أسبوع وعدت للجبهة حتى وصلنا إلى التشريفات. بعد 7 أشهر أصبت بطلقة قناص في الرجل قبل 1 أسبوع كذا، والحمد لله يعني ان احنا خرجنا دفاعا عن الدين والعرض والوطن. في الوقت الذي يعد طلابهم صناع المستقبل والحاضر، فلم يتوانوا عن الالتحاق بمشاريع الحرية ورفض القمع والعنف والديكتاتورية، بل كانوا هم السباقين إلى جبهات الدفاع عن المدن والأرياف لإيقاف العنف والديكتاتورية ومشروع إلغاء الآخر الذي جاءت به ميليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية، مهمة أنها بقوتها ستمرر مثل هذه المشاريع، لكنها وجدت الشباب والطلاب صخورا صلبة أمام مشاريع قمع الحريات. أعتقد أن وضع الطالب الجامعي والطالب بشكل عام، طلبة المدارس، هم حملة التنوير وحملة الثقافة ومشعل الهدى والنور، في خصوصا في ظل الأزمات الحالية. يجب على الطالب الجامعي أن يكون آلة تنوير في المجتمع، أن يتحمل رسالته التنويرية في المجتمع. الجامعة هي المحضن الأساسي لبناء القيم المدنية، قيم الديمقراطية، قيم الحرية، قيم العدالة. بعد أداء الجزء الأكبر من المهمة في تحرير تعز، يتطلع الكثير من طلاب الجامعات في تعز الملتحقين بصفوف الجيش الوطني والمقاومة الشعبية إلى استكمال تحرير المدينة، حتى يتسنى لهم العودة إلى المحافل التعليمية والعملية، إذ لا تنمية بلا تعليم.